أولياء الدم هم ورثة المقتول فقط، ما هو العاقلة، العاقلة شيء ثاني. أولياء المقتول هم ورثة المقتول، الذين يرثون ماله هم الذين يرثون دمه، هم أولياء الدم. لا بد أن يتفقوا جميعا على المطالبة بالقصاص. فلو وجب القصاص بالشروط الأربعة واحد منهم عفا سقط القصاص، وليس للبقية أن يستوفوا القصاص. لا بد أن يتفق الجميع، ما داموا مكلفين لا بد كلهم يتفقون.